عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد سهل جدا من بنطلون قديم. هنعمل فستان طفلة شيك جدا وبسيط جدا وسهل جدا لأي حد. نبتدي على بركة الله. ده البنطلون اهو، باخد الناحية دي الجنب اللي مفهوش خياطة اهو، فيديو البنطلون ده موجود في القناة، بسيط جدا وسهل جدا اهو زي ما انتم شايفين، مفهوش اي صعوبة. هاخد الجنب ده هبدأ منه الشغل علشان انزل على واسع. خطوات بسيطة وسهلة جدا جدا جدا، تمام. ممكن يكون فستان لطفلة صغيرة ويكون بلوزة لطفلة اكبر منها. بشتغل في الامام والخلف مع بعض، عندي نص خط الظهر زي ما قلت لكم في كل مرة ما بين العظمتين بتوع الخلف. طيب لو انتي مش عندك مقاسات ومش عارفة تاخدي المقاسات هتتصرفي ازاي؟ هقولك دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. اهو تيشيرت بتعمليه بالشكل ده، حطي على القماش الناحية المقفولة مع الناحية المقفولة، اطلعي كده شوية اهو. طيب تعالوا كده نقص مع بعض اسهل فستان اهو. دوران الرقبة الاتنين زي بعض علشان يكون فستان سهل عليكي ومش عايزين اي حجج اهو. تعالي عند دوران الكتف اهو لغاية هنا اهو، شايفين؟ طيب الجزء الباقي انتوا ماشية تقسيم خفيف اهو، انزلي على واسع الطول اللي انتي تحبيه تحدديه معاكي اهو، الفستان معاكي اهو، ما عندناش اي مشكلة، تمام. دوران خفيف اهو. ايه ده الفستان خلص؟ والله خلص، وحان وقت التقفيل والتزيين ولمستك الخاصة. الفستان اهو بخطوات بسيطة جدا، المهم ان انت استغليتي بنطلون ما كانش مستغل. هنقفل طبعا، معلش البنطلون كان مركون شوية، هنقفل الاجزاء دي بس ما تقلقيش، ده على مقلوب القدام اهو، الجزء اللامع اهو هنقفل علشان نزين مع بعض. خيطنا الاكتاف اهو مع بعض، ودلوقتي انا هاخد باقي البنطلون علشان اعمل تزيين اهو. هوصل الشريطين دول ببعض، هخيطهم في بعض دلوقتي علشان نشوف هنزين بيه ازاي. فستان سهل جدا وبسيط جدا جدا. هنعمل تقفيل للإبط او تشطيب او تنظيف زي ما تحبوا اهو. الشكل ده هنقص اهو، والناحية التانية نفس الحكاية، هنخيطهم مع بعض ونشوف اهو. بنقلب بالشكل ده بنخيط علشان يكون ده هو تشطيب الإبط اهو. تاني اهو الشكل ده، لو حابة تخلي منه جزء واضح اهو مفيش اي مشكلة، القماش ده مش بينسل
مفيش مشكلة انه يظهر او انك تتنيه مرة واحدة كده. احنا هنتنيه عشان نقفل مع بعض ونشوف. اهو زي ما انتوا شايفين هاخد شريط علشان اعمل الرقبة. اهو اهو باخد الخياطة دي بالشكل ده والف على الرقبة بالكامل. اهو نشوف التفصيلة دي بس عشان خاطر موضوع الرقبة بيسبب مشكلة. اهو وقفي عند الخط الكتف، وقفي عند خط الكتف. ناخد بقية الرقبة. طبعا لما تيجي تخيطي الرقبة لازم تعملي تفتيح علشان تريح ما تزرزرش منك الخياطة. تمام. اهو الخيوط اول باول. هنشوف الجزء اللي احنا وقفنا عنده. اهو اهو هنقفل الرقبة بنفس الطريقة. لو عايزة تسيبي جزء بالشكل ده مفيش اي مشكلة، لو عايزاها للاخر برضو مفيش اي مشكلة. دي معاكي ودي معاكي، انت اللي بتحددي انت هتعملي ايه. تمام. هاخدها بس للاخر وهنشوف دلوقتي شكلها. اهو الخطوة اللي بعد كده او الاخيرة، بناخد من هنا علشان نقفل الجناب، وهنا لو انت عايزه تكسمي شويه تضيقي شويه برضو براحتك. شايفين انا هنا بس هاتني تانيه خفيفه علشان نزين الفستان بطريقه سهله وبسيطه. هو ينفع فستان، ينفع بيجامه لبنت كبيره او بلوزه لو حطينا لها اكمام او اي حاجه. المهم تستفيدي من البنطلونات المركونه اللي ملهاش اي قيمه لامينها وخلاص. بعتذر اذا كان اللون ابيض في اسود معاكس في الكاميرا شويه، ولكن على قدر المستطاع بحاول اوضح. في تنويه كمان، اتمنى ان انتم تتابعوا قناه الاستاذ سيد علي، بيعمل شغل حلو قوي قوي في الخياطه وتعليم، بيدي كورسات كمان. ده كده قلب بسيط تقدري تزيني بيه، تحطيه في المكان اللي يعجبك زي ما تحبي. اهو او لقيت توكة عندي غير مستخدمة تقدري برضو تحطيها في المكان اللي انت تحبيه بالشكل ده. هعمل دلوقتي في يونكة بسيطة وسريعة علشان لو ما حبيتيش الطريقة دي في التزيين. بواقي السمكة كانت موجودة عندي. الطقم ده محتاج لشورت، تابعونا علشان نعمله مع بعض. اهو بنخيطها بالشكل ده. اهو بتسيبي بس جزء صغير هنقلب منه بس الفيونكة. اهو وتعالوا نعملها مع بعض. اهو الشكل ده. اهو الشكل ده. شيل الستان واربطيه، مفيش اسهل من كده. شايفين تقدري تحطيها بالشكل ده. لو في زراير ملونة، لو عندك ورود حابة تحطيها، اي شكل يعجبك. التزيين ده بتاعك انتي، خاص بيكي انتي،
صاحبة الإبداع دايما. توكة جميلة تكون معاه بالشكل ده اهو. فستان بسيط من بنطلون بيجامة، مش محتاجاه اي لون واي شكل، تقدري تستثمريه استثمار جديد. عايزة تعمليه فستان، عايزة تعمليه بيجامة، عايزة تعمليه بلوزة لطيفة، مفيش اي مشكلة. المهم انك تبدعي ابداعك، وحاجة اللي بتعمليها الحاجة البسيطة السهلة هتكون من ايديكي اجمل حاجة ان شاء الله. وفري، مش عيب ان احنا نوفر او نتعلم الخياطة علشان نتعلم. ممكن تكون مشروع لبعض الناس، ربنا يوفق الجميع ويرزقكم يا رب. وممكن تكون هواية جميلة تقدري تستفيدي بيها من وقت فراغك الكبير، يعني نبطل شوية الحاجات اللي يعني في حياتنا مش مفيدة قوي. انا مش بعدل على حد ولا جاية اول منظرة لأي حد، ولكن انا حابة نستثمر كل دقيقة في وقتنا في عمل مفيد. بلوزة زي دي او فستان للبنوتة هيفرحها جدا. ربنا يرزق كل مشتاق، حتى لو مفيش اطفال نقدر نهادي بيه اقارب لينا. مهم جدا، مهم جدا العمل اليدوي، صناعة يدوية، مهم جدا نعمل حاجتنا لمستنا الخاصة من ايدينا. ما تنسوش طبقوا الدرس البسيط ده. اشوفكم في قاعدة التدوير والخياطة على الفيسبوك او صفحتي الشخصية مع ام عبد الرحمن وحبيبة في قاعدة التدوير والخياطة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.